السلام عليكم الاخوان. فيديو جديد اليوم ان شاء الله، ابيزود ثاني ديال نينو كوني. الموضوع الاخوان هو كيفاش تحسب البنيف ديالك، كيفاش تعرف شحال تدخل من الجيم كل نهار. لاحظت انه كاين بعض الزاوات تيتسحب، واش ممكن تدخل زعما شي حاجه خياليه من الجيم الاخوان راه يلاه باديه، الايكونومي باقي ماشي ستابل، لي بوت تا هما بداو تياتاكيو، فالقضيه باقي ما تستابيليزاتش على شي بخي معين، زعما التوكن اللي تتبيه نتايا باقي فليكسيبل بزاف، تيطلع تيهبط، فالقضيه باقي ما بيناش مزيان. غير هو الاخوان اللي نقدر نقول لكم انه كاين واحد البنيف. ابخي غادي ندوي في هذا الفيديو نيت كيفاش تقدر تماكسيميزي هذاك البنيف ديالك، طرق معينه اللي ممكن يكونوا دونجورو، ممكن زعما يكون شي بان ولا شي لعيبه، ولكن داكشي زعما تيبقى نتايا واش تيبان لك نتا واش بغيتي دير. فالبلان الاخوان هو اول حاجه خصنا نشوفوها، غادي نجيو لهنايا لا بوتيك، غادي نجيو لهاد ايشونج دو جوتون. كنت تشوفوا معايا الاخوان اول حاجه كنت قلتها في الفيديو اللي فات هي انه ان كارتي وحده التوكن اللي تنبيعو دايره 300 تيغيت، هاد التيغيت هادو ممكن تقبضهم في الجيم، ف 300 تيغيت تعطيك توكن وحده. اول حاجه الاخوان نقدر نقول لكم هي انه من ليفل 1 حتى ليفل 40 اللي واصل لي انا دابا ما يمكنش تفوت توكن وحده في النهار. انا هادشي اللي استنتجت الاخوان، ممكن تقرب ليها، ممكن توصل كاع توكن، ممكن توصل لها 300 تيغيت الى 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 زعما اوبتيميزيتي الوقت ديالك مزيان او ماكس، ممكن تدخل توكن وحده في النار. بيرسوناج واحد اللي قلت لكم من ليفل 1 حتى ليفل 40 ولا ما كنتي طالع كل ما احسن. فدابا الاخوان هذا حساب ديال هذا الليفل هذا، ابخي باش تطلع في الليفل تسهل القضيه اكثر. فدابا الاخوان غادي نشوفوا البري ديال التوكن، البري ديال التوكن باش تشوفوا غادي تجيو ديروا هذا الشونجي بحال هكا، غادي تشوف هنا ان كاتي بليو اس دي شحال جايه 4.65 دابا الاخوان، قلنا البرايس تيطلع و تيهبط حتى تجي توكن. فوقت ما بديتو تشوفو البرايس جيو شوفو هنايا تيتغينيتاليزا كل 600 سكوند، كل 10 دقايق، زعما بين هنا كل 10 دقايق. واحد المعلومة مهمة الاخوان، فاش تجيو ديرو هاد ليشونج هدا، مثلا انت عندك 300 تيغيت بتخرج توكن ديالك، دير في بالك انه غادي خصك تبيي واحد 20% على حساب البخي ديال التوكن. فمثلا التوكن كانت دايره 10 دولار، غادي تبيي انت 20% ديالها، بمعنى غادي تبيي 2 دولار، غتبقى ليك 8 دولار ديال اللي تخرج للواليد ديالك. كيفاش تجي تبيي هذيك 20%؟ تيخصك تشري واحد التوكن، تنظن كاين حتى ماستر كارد، انا خدمت فيزا، مي كاين زعما كاين دي زوبسيون باش تبيي دايموندز نوار ولا بلاك دايموندز، ما عرفتش السميه زعما اللي مقصر باللعيبه بالانكلي. فديامون نوار زعما هذا هو التوكن اللي تشري من عند الجيم باش تدير الايشونج ديالك. فهذا الاخوان هو البلان، هذا هو البخي ديال التوكن دابا. جوكو كي قلنا ممكن توصل توكن وحده في النهار في داك الليفل، فاش تكون باليف ممكن تقاتل وتوصل توكن وحده، واخا صعيبه ولكن نقول وصلتها، غادي يكون عندك بينيف ديال تقريبا 4.65 نقسم لنا 20%، ما عرفتش الاخوان شحال جات، جات شي 4 دولار بحال هكا ولا 3.8، زعما مزيانه في بيرسوناج واحد في كونت واحد، تتبان لي انا ديسنت الجيم اللي فري تو بلاي. دابا الاخوان ندوي معاكم شويه على كيفاش تماكسيميزي البينيف ديالك، لانه كي قلنا هذا كونت واحد الاخوان. اول حاجه الجيم زعما اللي جيت انك تقصر في ايميلاتور، جوكو ما كاينش زعما شي مشكل انك تلعب في ايميلاتور، كتنعرفوا الاخوان مثلا بلو ستاكس ولا شي لعيبه ممكن تحل دي زانستونس، ممكن تحل 4 ديال لي كونت، 5 ديال لي كونت على حساب البي سي ديالك، ف ممكن تحل 5 ديال لي كونت وتفارمي بهم وتطلعهم في نفس الوقت، وتبقى تفارمي بهم اللعيبات ديالك كل نهار. بمعنى انه هادشي هذا اللي قلنا الا وصلتي توكن في النهار، نقولوا مثلا وصلتيها ولا وصلتي النص ديالها ولا شي لعيبه، نحسبوا حنا نقولوا وصلتي توكن وحده في النهار، الا حليتي 4 ديال لي كونت راه عندك تقريبا اكثر من 10 دولار في النهار، لا جات ضرب ديال البنيف الا حليتي 4 ديال لي كونت، ماشي كونت واحد، لانه كاين بنادم تيقول كونت واحد تدخل به 10 دولار، هذيك الاخوان ما كايناش امبوسيبل هاد الساعه هادي، ابار راك انتي شي ليفل طالع بزاف. فهذا هو ربنا الاخوان، تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا زعما هادشي اللي دويت عليه دابا، اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في الكومنت. الراي ديال الاخوان واش هادشي زعما مزيان، واش مزيان، واش قاضي غرض؟ تلاحظ ان بنادم تيحط فلوسو في شي حوايج زعما ما فيهم كاع قل من هكا ديال البنيف، وعادي عنده هادي جيم فري، ممكن تلعبها في التليفون، ممكن تلعبها في بي سي كي قلنا، ممكن تخدم بلو ستاكس، ممكن تخدم بشي ايميلاتور وتحل 4 ديال لي كونت، 5 ديال لي كونت، وتفارمي مع راسك. هاد الساعه الاخوان ليميت باقي ما كاينينش، ممكن تقلبوا حتى نتوما في الفوروم لقيتو شي حاجه ايه تبعوها، ولكن هاد الساعه بان ليا ما كاينش ليميت ديال شحال من كونت ممكن تكري.
بان لي البان باقي القضيه مخيفطه زعما ممكن بنادم يدخل يفارمي مزيان واحد السيمانه ولا شهير ديالو دخل واحد الصريف ابخي بانوك ماشي مشكله زعما كتخدم بنادم بوي الزوال اللي تيخدموا بلا بوط راه ما عندهمش مشكله كاع اللي تيخدم بلا بوط راه زعما داكشي نتوما ديجا غيكون عندكم اكسبيريونس فهاد الالعاب هادو فهادو البلان الاخوان هادشي اللي كاين فهاد زعما هادشي اللي كنبغي ندوي عليه اليوم البلان اخر اللي ندوي عليه كيفاش تخرج زعما التوكنز ديالك من الجيم كنظن هادشي الاخوان ما محتاج زعما ما محتاجش بزاف ديال الشرح اول حاجه تتلي الواليت ديالك سميتها ام بي اكس واليت تيكون عندك هنا واحد الباج تكليكي عليها كري كونت ايميل ديالك واللعيبات غادي يقولوا لكم دخلوا واحد المود باس خبيوه عندكم الاخوان عندكم توتروا الا وترتو راه ما باقيش يبقى عندكم اكسي انكم زعما ديروا هاد لي شونج حاجه مهمه اخرى الاخوان هي انه كليتو بزاف ديال لي كونت كل كونت خصك تليه بواليت فجا الاخوان ستروا عليها باش تيفيتيو حتى كانوا شي مشاكل ديال البان ولا شي لعيبات ايفيتيوهم ابخي غادي تصيفط كلشي لباينانس من هاد الواليت اللي غادي تكري تتيشونجي بعدا قبل منها تتيشونجي هاد الان كارتي ديالك لواحد التوكن اخر ديال هاد الام بي اكس و تيعطيوك تقريبا ايكيفالون ديالها على حساب البرايس تيعطيوك بهاديك الام بي اكس تتصيفطو ابخي تتقبضو بيه الكلي اللي كنا تنقبضوه في 104 تتصيفط داك الكلي لباينانس زعما كتخرج فلوسك من هاد الجيم هادي تو سامبلومون نقدر ندير لكم فيديو ابري زعما ديال شي تيست هكا لايف لانه ديجا خرجت شويه ما بقاش لي هنايا الاخوان باش نخرج دابا عاوتاني ولا شي لعيبه دور بلان الاخوان ديال هاد الفيديو هادشي اللي زعما هادشي اللي كنت ندوي عليه اليوم اللي عنده شي تساؤل شي بارتي يخليها ليا في الكومنتس غادي نعاود نقول واحد البارتي ديال الاخوان عندنا جيلد هنايا في هاد السيرفر هذا غادي نحاول نطلعوا لكم عاوتاني هنايا اللي بيقصر في الجيم يبدل جو لعيبات يدخل معنا لهاد الجيلد هادي سميتها الاخوان العزاوه هاي جيل سميتها العزاوه هادشي اللي كاين الاخوان نشوفكم في فيديو جديد بيس